من يفوز يازم الجميع على الطعام. وما الطعام المقود هنا؟ يوجد لدينا سندويش قبن يا سيدي. لا يوجد بيض. لا يا سيدي، فإننا مضربون عن شراء البيض فسعره مرتفع. تبا لارتفاع الأسعار، تلاحقنا مثل القط والفار. يا جماعة، هل أنتم موافقون على سندويشتات القب؟ نعم. المهم أن يكون سميناً ومقرمشاً، وإياكم إياكم أن تبتاعوه من مخبز طابونة الخزاعي. ولماذا ذلك؟ لأنه يجلب الروتية كالخنصر، وكأنه سخطته الآلهة. أزيدكم من الشعر بيتا. البيت تمليك أم إيجار؟ بلا هباء لا يخدع الجلد. ذات يوم ذهبت لأشتري منه الروتي، فوجدته محشوا بالحصى، كاد أن يقتلع ضراسي. ومرة أخرى ذهبت لأشتري منه فوجدته بنكهة الديزل، فذهبت إليه لأستبدله، ولكن عدت أدراجي خائبا. فذهبت للمنزل لكي أفطر مع زوجتي، فأعطيتها قرصا من الروتي فوجدتها مغشية على وجهها. ماذا مغشية؟ إياك إياك أن تشبج مرة أخرى. وما السبب في ذلك؟ لقد رأت نصف صرصورا داخل الروتي. صرصورا داخل الروتي. وماذا فعل؟ ذهبت إليه بكل ضراوة، أمسكت سيفي متوشحا إياه وذهبت إليه، ثم قلت له: أقتلته؟ لا، هو من قتلني بإجابته. وبما أجابك ابن خزاعة؟ قال لي: اجمع النصف الآخر من الصرصور وسوف أعطيك جائزة 10 من الروتي. لا تقبل جائزة أصلاً من الطين وأخرى من العجين. ألا لي كافر فازع مسافر، اشتري اللات لجميع الخدمات، يوجد لدينا منات صبيان وبنات، خدمة التوصيل لكل مكان، اشتري صلمان واحصل على الثالث مجان.